دينا طبعا ما شاء الله بتنافسي نفسك وطول الوقت خايفه من الحسد، فعايزين نتكلم عن منافسه نفسك في اكتر من عمل والخمسه الحلوه بتاعتك. تحياتي يا جماعه. اولا اهلا. والحسد مش كده؟ طيب حلو الواحد يتواجد في السينما بالذات، لان انا اساسا اول ما ابتديت تمثيل ابتديت سينما. بعد كده السينما ابتدت تهدى شوية فعايزة أمثل، فدخلت دراما، فاشتغلت حاجات دراما كتير، بس أنا بحاجة للسينما وبفضل عايزة أرجع لها. فلما السينما دلوقتي ابتدت ترجع ابتدت أحس إن أنا لازم أكون موجودة، لأن أنا كممثلة بحب السينما أوي، بحب قطتها وبحب شغلها أكتر بكتير. أنافس نفسي، يا ريت نفسي أشتغل في 10 أفلام وأنافس فيهم نفسي، يا ريت أتمنى يعني. أما من ناحية الحسد فيعني أكيد أنا مؤمنة بالحسد جدا وبخاف، بس ما بعملش حاجات تبين إن أنا خايفة يعني عندي كده حاجات بعملها طقوس علشان واحد زي حضرتك ما يبصليش كده. طيب اكيد كل البنات بتخاف من الحسد وهي لابسه كعب بتبقى خافت تقع على حد بص لها على حد، يعني دي حاجات البنات كلها بتفكر كده، و يعني ربنا يكفينا شر العين ان شاء الله. وبعدين بعد اذنكم انا هضطر اقوم لان انا بشتغل مهنه ثانيه، عندي شغل دلوقتي من غير حسد. شرفتينا ونورتينا يا فندم، شكرا استاذ دينا، شكرا. ممكن بس استاذه دينا شكرا.